مرحبا، كيفكم؟ نحن بمنطقة عين زبدة، جورج حدي الجايد معنا اليوم والجروب كله هون. هاي يا شبيبي. هاي كلهم 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 جورج كلهم يعني كلهم ما في. خبرنا عن تريل. نحن بعين زبدة هلا. أول شيء مرحب فيكم بعين زبدة، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. نحن على علو 1100 هون. مشوارنا راح يبلش عن زبدة عفوان جبل عن زبدة، جبل صوبين، جبل باب ماريع، جبل عتنيد، بحيرة العرعون، جبال كله جبال. بعدين راح ننتهي على ضفاف بحيرة العرعون. مشوار كتير حلو، يعني راح نبلش من 1100 ل 1400، بعدين على 950 راح نكون على شط البحيرة تحت. وإن شاء الله نهارنا يكون حلو وموفق وبلا مشاكل وبلا تعب. بقى كم كيلو تقريبا؟ على بين 14 و 14.5. اوكي. بس طريق وعره يعني منيحة. عم بيطمنا. يعني بتضرب 14 بتنايل لانه في شوي محلات جبال وديان وسهول وحشيش. يلا فهلا بنشوفكم. ونحن بعمر الصبايا. عالتريل يلا. هذا جبل الشيخ اللي مبين هنيك، وهنيك سد القرعون. نحن هون بعين زبدة بعدنا، وهالنبعة اللي هون اسمها نبعة عين التينة. هون نهاية أرض عين زبدة، نطلع بنصفي بأرض صابين، بصابين بكون اطلعوا على فيو كتير حلو يلي هي البحيرة، بحيرة القرعون. هيك بينت علينا بحيرة القرعون كلها مع جبل الشيخ. هون وصلنا على معمل مية عليا. يعطيكم العافية. احنا بصوبين مية عالية، شغل صوبين، جبل صوبين. نحن هيك بنكون خلاص على التريل تبعنا لليوم. اخذت 13 كيلو. فعلا التريل كتير كتير حلو، كتير منوع،
وهون خلصنا على بحيرة القرعون، هلا رح أرجيكم إياها.